السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العربية. اليوم انا واحد من افضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملتي البيتكوين واليو اس دي تي بتفعل مع محفظة الفوشيت بي، ولحد الان انا سحب 5 سنت فقط لا غير، يعني بيعطينا معادلة من اليو اس دي تي او البيتكوين. هذا خيار كمان كثير منيح، موقع مميز اصدقائي، من افضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملات رقمية. راح نشرح الموقع خلال الفيديو ونسحب منه على الفوشيت بي. طيب بسم الله نبدأ. أول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك أنك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا يكون مباشرة ما بستخدم أي روابط مختصرة، هذا اللينك بيعطيك عن المدونة الخاصة فيه، المدونة الخاصة فيه في رابط مباشرة، يعني ضغطين أخي الكريم تفتح معنا الصفحة. نحب إنشاء حساب جديد، بنروح على كلمة التسجيل أو ريجستر هاي اللي هون وبنضغط عليها. طبعا يطلب الموقع نعبي شوية بيانات، نحطهم إيميلنا، يفضل يكون جيميل، وراح نأكد هذا الإيميل، اسم المستخدم باللغة الإنجليزية، باسورد محترمة من الباسورد. بنحل بعدها الكابتشا، كلمة ريجستر بيكون صار عندنا حساب الموقع، بعتنا رسالة تأكيد على بريدنا، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي أو الغير مرغوب فيه، فيها رابط أو لينك بضغط عليه مشان يتفعل الحساب ويصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بنروح على اللوجين من هون أو من الصفحة الأساسية، بعبي بياناتي وبسجل دخول للحساب. طبعا أصدقائي هاي وجهة الموقع، من الداخل نحن بنجمع كوين، وكل 1000 كوين هي 1 سنت، لحد أنا نسحب 5000 كوين يعني 50 سنت. كيف انا بدي بلش جمع هاي الكوين؟ عندي مجموعه من طرق الربح، عندنا كلمه اوفر وول او العروض بيفتح لي 3 شركات، وانداز، مونريكس، والسي بي اكس ريسيرش. طبعا السي بي اكس ريسيرش والوانداز هني على شكل استبيانات، طبعا متاحين باغلبيه الدول، انا ببلدي نادرا ما الاقي عليهم استبيانات، لكن انت ممكن يطلع لك استبيانات مكسبهم كثير منيح، ربع او نصف دولار لكل استبيان. جرب بدايه السي بي اكس ريسيرش، اذا اعطاك استبيانات راح تكسب منها شيء كثير منيح، هي بعض البيانات بتمليها وبتكسب طبعا قيمة هذا الاستبيان بعد ما يعطيك انك كنت مؤهل. المونالكس شركة كتير محترمة، شركة من شركات العروض المميزة، ضغطنا عليها. طبعا في عروض كتير داخل المونالكس حسب البلد، هذا العرض ب 4 دولار، 3 دولار، 1.2 دولار، 78 سنت، 38 سنت، 3.9 دولار، يعني في عروض كتير منيحة، كل ما عليك انك تضغط على العرض تشوف شو المطلوب منك تأديه بالشكل الصحيح. ممكن ببعض الدول مثل سوريا ما يقبل تأدية هاي العروض، بس تبلش العرض يقول لك انت غير مؤهل لتأدي هذا العرض ممكن، لكن بالدول الثانية اغلبيتها متاح فيها شركة المونالكس. مثلا اذا ضغطنا على هذا العرض، دائما بيقول لك لا تستخدم بروكسي في بي ان، وسائل احتيالية، بيحظرك الموقع، انتبه لهذا الشيء. هذا العرض كان للايفون، شايفين اصدقائي فيني اختار اللي بيناسب جوالي. بيقول لك وصل باللعبة ل 550 متر، هي تقطيع مراحل، تاخذ 3 سنت، 1000 متر بتاخذ دولار، 2000 متر بتاخذ 1.8 دولار، 5000 متر بتاخذ 6.17 دولار، يعني بالبدايه بيكون سهل، بعدين بيصعب، بيصعب بيصير صعب كثير، انتبه ما راح يكون سهل، راح يكون صعب. بيقول لك انت كل شيء بتتمه بينضاف ذا ريورد within 24 hours، تنضاف القيم خلال 24 ساعه، يعني هذا الشيء كمان كثير منيح. عجبتني الفكره، بحط هون ايميل سند وببلش العب. في عندي كمان اخي كريم كثير عروض ممكن نقي اللي بيناسبني، هذا العرض كثير بسيط، بلاي ذا جيم ريتش ليفل 20. بيقول لك كمان مستخدم جديد كونفيرمز افتر 30 دايز، هذا بينضاف بعد 30 يوم من تأدية العرض. بعض العروض في عندها هذا الشرط، فدائما ترجم هاي العروض للغة العربية اذا لغتك الانجليزية ضعيفة. هذا مشابه اللي فتحناه، شايفين اصدقائي، وصل طبعا للمراحل المطلوبة وبتكسب 4 دولار وبينضاف خلال 24 ساعة، يعني كل عرض له شيء معين. كمان هذا للايفون، هذا كان للاندرويد، وفي كثير عروض اخي الكريم الا ما تلاقي شيء بيناسبك، او ممكن تلاقي كمان استبيانات ببعض الدول انا عندي غير متاحه. طبعا ادز ممكن كمان الاقي بعض الاعلانات، اذا ضغطت على الاعلان فيني شاهده 5 او 10 ثواني، وبنضاف هاي القيم عندي برصيدي مباشره. الاعلانات دائما او اغلبيه الاحيان بتنضاف بشكل فوري. طبعا هون في كاباتشا عم تنحل، انحلت بسكر، فيني كمان تابع بقية الإعلانات اكسب منهم. كمان داخل هذا الموقع فينا نكسب من طرق تانية، في عنا بي تي سي أو مشاهدة الإعلانات. هذا الإعلان ب10 كوين، بروح على جو بشاهده 5 ثواني، بيعطيني بعده كاباتشا، حليناها فيريفاي أو تأكيد كسبنا قيمة هذا الإعلان، فيني تابع كمان بقية الإعلانات اكسب منها. في عنا شورت لينك أو روابط مختصرة، موقع مميز في كتير روابط مختصرة، رابط الاويو كمان موجود ب100 كوين، في عنا الكيو تي كمان موجود 80 كوين، في عنا الاكسي كمان موجود 80 كوين. شرحنا تقريبا كل هاي الروابط مرات عديدة على القناة، وبعتقد غالبيتكم بيعرفوا يشتغلوا هاي الروابط. كمان بناخد انرجي، الانرجي اخي الكريم
فينا نصرفها بالويل اوف فورتشن، هاي اللي هون كمان طبعا يعتبر مكسب اضافي. كمان عندنا فوشة او صنبور، صنبور مميز طبعا كل 60 دقيقة بيعطيني 10 كوين، كل ما عليه اني حل الكاباتشا والانتي بوت. بنحل الكاباتشا انحلت اوتوماتيك، الانتي بوت 8 9 10 يعني راح نختارهم بالترتيب 8 8 9 9 هون 10 كولكت، كسبنا قيمة هذا الصنبور. فيني بعد 60 دقيقة ارجع طالب واكسب من هذا الصنبور. كمان ويل اوف فورتشن طبعا هون بيعتمد على الانرجي، وممكن اكسب منه لغاية 100 نقطة. هذا شيء كتير منيح، انا اذا رحت للصفحة الاساسية فيني اشوف قديش معي انرجي. الانرجي بنكسبها طبعا اخي الكريم من الروابط المشتركة. كمان في عنا ديلي بونوز انا كسبه سابقا، ممكن احيانا يعطيني انرجي ويعطيني احيانا نقاط. شايفين اصدقائي معي 350 انرجي، يعني انا فيني شغل هذا الصنبور 35 مرة. طبعا هو بيسمح لي بعشر مرات يوميا على الاكثر. بحل الكباتشا اللي هون، بعدين الانتي بوت 6 5 4، طبعا هون 6 هي 5 هي 4 سبن، لنشوف شو راح يعطينا. اخذنا 10 كوين انضافوا عندي برصيدي. فيني كمان طالما عندي انرجي فيني اكسب من هذا الويل او لعبة الحظ المجاني. كمان الموقع اخي الكريم فيه انجازات ورابطي حالي ممكن كمان نستفاد منهم. طيب يلا نسحب رصيدنا، معي 5150 توكن، فيني اسحب يو اس دي تي وبيتكوين دائما، واحد من هاي الارصدة ملياني. موقع بيشتغل تقريبا من سنتين، انا ولا مرة لقيت رصيده خالص، حتى اذا كان رصيده خالص خلال 24 ساعة ادمن هذا الموقع بيملي الرصيد، فبجرب بعد فترة. والحد لنا السحب 5000 كوين او 50 سنت، راح اختار انا من هون البيتكوين، مليان البيتكوين، اخترت بيتكوين، النقاط اللي معي بيطلعوا 79 ساتوشي بيتكوين. بيقول الموقع حط عنوانك داخل الفوشيت باي، روح على الفوشيت باي، روح على وولت، جيب عنوان محفظتي البيتكوين نسخ. ما عندك محفظه راح احط لك بصندوق الوصف فيديو بيشرح لك كيف تنشئ هاي المحفظه بطريقه جدا سهله وبسيطه وامنه. اخذت العنوان نسخ، طبعا بحطه لصق بهاي الخانه حصريا من الفوشيت باي. هذا الموقع طالب فوشيت باي حصريا، لازم تحط عنوان الفوشيت باي. بحل الكباتشا اللي هون، انحلت ويزدرو، بضغط عليها وبنتظر التحميل. طبعا دفع الموقع بشكل فوري هاي الكميات على محفظتي تقريبا 79 ساتوشي بيتكوين. اذا رجعت على الفوشيت باي وحدثت صفحة الدفعات داخل المحفظة الوسيطة فوشيت باي، هاي هي 79 ساتوشي بيتكوين. earn free BTC هذا الموقع، normal payment هذا هو التاريخ. طبعا اصدقائي موقع مميز من افضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملتي البيتكوين واليو اس دي تي، وانا بستخدمه فترة زمنية طويلة كما راح احط لك اخي كريم في صندوق الوصف. مجموعة من المواقع مشابهة لهذا المبدأ، كلها ممكن نكسب منها عملات رقمية بشكل مجاني مع إثباتات السحب من هاي المواقع وطريقة العمل عليها حتى تستفاد منها أخي الكريم. طبعا أصدقائي بعد وقت دائما أي سؤال عن مجال الربح من الإنترنت، ربح البيتكوين، ربح يو اس دي تي، ربح لايت كوين، ربح العملات الرقمية، ربح فاينانس، أي مجال مجالات الربح من الإنترنت بشكل عام اكتب ليها بالتعليقات وإن شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهاية لا تنسوا إخواني تبقوا مشتركين بالقناة، اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.